السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة السوات كاب اللي هي ضمن برنامج الأرك سوات، تعلمنا شلون ننفذ ونسوي البرنامج، لكن ما تعلمنا محاضرتنا لهذا اليوم هاو تو ريد السوات كاب. بعد ما تكمل الرنة مال السوات كاب يقول لك آخر شي فينش ذا بروشس كلوز من دوت، قل له أوكي. راح يطلب من عندك تحفظ للايتريشن، do you want to save iteration؟ yes. هو عندي اقتراح عليك اسم نسميها iteration 1، اوكي لا بأس فيها. تريد تغيرها انت شو تسميها؟ فهسه هو سمى لك اياها iteration 1. تطلع لك بالiteration history، يعني حتى لو ما طلعت لك هنا تدخل على iteration history كم iteration انت مسوي يطلعوا لك. فهسه راح ادخل عليها على iteration 1. هنا تدخل بالجانب عندك اربع خيارات، الكالبريشن انبوت نفس الانبوت اللي دخلته فوق، الكالبريشن اوتبوت. نجي على الكالبريشن اوتبوت. ايش يشمل لك الكالبريشن اوتبوت؟ يشمل لك الرسم اللي هو السيموليتد مع الاوبزرفيد مع القيم، مثل ما احنا نسميها القيم الثانيه اللي هي قيم البيس سيموليشن. هاي اول محاوله الي، فالمفروض انا اتحكم بيه من بالبارامترات. نجي بعدها شنو عندي؟ السمري تقدر منها تقرا، تعرف انه لاحظ هسه الار فاكتور ايش قد عندك، البي فاكتور ايش قد عندك، هاي الامور ضروريه تعرفها تمام مع الاوت فلو، البي فاكتور ايش قد والار فاكتور ايش قد. نجي اللي بالنسبه لتحليل الحساسيه الجلوبال سنسيتيفيتي اناليسيس، هذا تحليل الحساسيه اللي عندك تمام عيني. هاي ضروري تنتبه لهاي الامور انت، ضروري تنتبه لهاي الامور انت هنايا. شوف هسه لاحظ ياها عندك البارامترات من الاكثر حساسيه الى الاقل حساسيه، من الاكثر الى الاقل. هنا أنا فوق ينطيك البارامترات، احنا ما لنا علاقه، هاي قيمه البي فاليو وليس قيمه التي تيست. بي فاليو الى عالي يعني التي تيست الى قليل، يعني تاثيره قليل. لاحظ يا هو التاثير عالي، التاب ليست والكيرف نمبر لاحظ ان قيمهن. احد يجي يقول لي دكتورة انا ما اريد ابينهن بهذه الصورة حتى ارسمهن، انا اريدهن على شكل جدول. عندك هنا اوبشنين، جراف فيو وجريد فيو، تروح على جريد فيو. لاحظ هاي البارامترات امامك هنا، منطق ياهن بالترتيب من الاقل تأثير الى الاعلى تأثير تمام. ومعد واللي تحتاج ريليتيف مسوي لك ياها، هذا الكيرف نمبر، هذا التالبس، اذني هاي القيم. هاي بعد كم محاولة انت تحددهن تمام عيني. هاي القيم اللي خاصة بالانبوت والاوتبوت. احنا شنو نشتغل جلوبال سنسيتيفيتي اناليسيس. بعد شنو عندنا؟ هاي هنا البيس سيموليشن بين يعني القيم اللي هي كانت جبناها احنا مثل ما نقول بين السيموليشن وبين الاوبزرفيت. هاي تلاحظ هنا هاي قيمهن مثل ما احنا جبناهن، فعندنا بس هاي شوية القيمة كانت هي اصلا متطرفة فأثرت على النتائج. هسه لحد الان الار سكوير عندنا 0.58. انت المفروض شنو الغرض هو اصلا من هذا اللي يسوي لك كالبريشن؟ تعيد البارامترات، يعني ترجع للاصل البارامتر الكالبريشن انبوت بالبارامترات، تشوف ياها البارامتر الاقل حساسيه تشيله وياها الاكثر حساسيه تضيف احد غيره، وسوي ايتريشن الى ان تتقارب النتائج بحيث يوصل لك الار سكوير قليل من 0.8 او اكثر تمام عيني. هاي المحاضرة هي خاصة بالهاو تو ريد الاوتبوت اوف سوات كاب تمام. فالنتائج هنا متواجدة حتى تقدر انت تضيفها لبحثك وتناقشها. اذا عندك اي سؤال او استفسار، طبعا بالمناسبة هواي وردني دكتور اني اسوي الكالبريشن او النمبر، بالمناسبة نوعا ما مرات يطلع الخطأ عندك اذا النمبر اوف سيموليشن قليل. انا لحد الان ما اخذته 18، تقدر انت تزيد تسوي 500 ألف، ماكو فود بروتوكول خاص بهم. نجي على شغله ثانيه، مرات المصدر يطلع لك ان سورس، شنو تسوي؟ معناها عندك مشكله بالبدايه. هنا اصلا من انشئت برنامج الارك سوات بالبدايه، هذا تروح انا منوهه عليها مسبقا اللي هي خاصه بسوات، اكو كلمه اسمها سوات اكسس اصليه، نحول اسمها نسويها سوات ديفولت. هاي لاحظ هنا موجودة سوات ديفولت، هاي سميتها. واللي تجيبها من السي، تجيبها من السي من سوات من الارك سوات من الداتابيس، العفو ماكو داعي تدخل الداتابيس، اخر شيء هاي موجودة تاخذها وتلصقها على نفس تاخذها تسوي لها كوبي منها، تفتح الارك سوات عندك من هنايا على سوات كاب هنا
تلصقها وتغير اسمها، بق فقط السنة تشيلها. هاي حطيتها وشلت السنة، هاي ضرورية جدا. هواي ناس يكملون وهاي ويكمل برنامج السوات كاب وغيرها ويخطأ بيها ما يدخلها، فدا تشوف انه تطلع له هذه الأخطاء. هاي ضرورية جدا 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 تتبولها. وكذلك موضوع ال الفورمات، انه لازم تتاكد انه يعني البرنامج الاصلي مالتك اللي حررته من السوات، من سويت له مثلا سيموليشن، انه حرر لك البيانات. من تقول له رن سوات هنا مثلا، انا لاحظ نطيته من 97 ل 2009، وش قد نمبر اوف يير سكيب، كم سنه راح يهمل لي 3 سنوات. اذا مين راح يبدي؟ يبدي من 2000 بالضبط، يعني من 97 و98 و99، فمن يبدي من 2000 ل 2009. لاحظ المفروض هنا بالاكسل اللي ادخل اللي هي، لاحظ مطيتها من 2000 لل 2009. اذا اكو خطا بهذا الشيء اذا ما راح يطلع لك نتائج. هي هاي اهم اشكال الاخطاء اللي تطلع لك تطلع لك دائما بالتنفيذ او غيرها بالنسبه للسوات كاب. ان شاء الله يكون فيديو هذا اليوم مفيد لكم. اذا عندك سؤال او استفسار بلغنا بهذا الموضوع، ان شاء الله نجاوبك. نلتقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.